وصول يصل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. قدم سلاح هاي وصل رئيس الجمهورية وأنس مافيا لأثناء الطلقة المدفعية 21 طلقة المدفعية تطلق 21 حاضرين ايضا رئيس الجمهورية للمشاركة في هذا الاحتفال. على وقع النشيد الوطني اللبناني وإطلاق المدفعية 21 طلقة 21 قذيفة مدفعية قلبية يصل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون إلى جادة شقيق الوسان للمشاركة في العرض العسكري الذي تقيمه قيادة الجيش في الذكرى 4. إذا رئيس الجمهورية يصل وإلى جانبه قائد الجيش ووزير الدفاع الذين كانوا في استقباله عنده. إذا يضع في هذه الأثناء